شايفين يو اس ايد من الشعب الامريكي، طريق البذان طلوزة، هذا المشروع هدية من مشروع من الشعب الامريكي للشعب الفلسطيني. والله ابرعوا عليهم الكفار، شايفين اللي بتقول عنهم كفار احسن من الكولها. ما هم عارفين كولها، لا بدون ما كولها ولا كول احسن من المشايخ واللي حجوا اللي حجوا واللي بحجوا. روح هلا، ها نحن في طريقنا الى طلوزة. مسكين يا ميسر، راه عليها مناظر حلوة. انت شوف الخضار ما شاء الله، شوف التين. مرقنا عنها، لا تيني خضراء. هاي سيارة المعدية شايف الله. تشوف حتى الغيم اللي عسواهم بيضة بتلمع. نظيفة. يلا يا طلوزي. هذا الديزل دائما مقصر. ديزل. ديزل. اشتغلوا يا ريت في حواره في عدول لفوق الجوار المنيحه. والله اكثر هذا اللي باكي مصورها هذا حوز ميه، هذا حوز. بس الشجر مش لوز لوز هذا. يطلع بس في لها طريق ثانية. في طريق ثانية من عند نابلس من السد الثاني من الشمال. من الشمال. فقلت له اللي هداني عليها، قلت له بدي اجي مشان نمر على البذان. ضربوا دلال. يعني هاي دار حلو، طلع عليها هاي دار حلو، شايف سيمبل نايس. هاي بحلو سيمبل نايس، هاي دار حلو. فقط واحد الديار تبع حلو. هذاك مكان بلال، هذاك مكان بلال مؤذن الرسول اللي فوق، اللي في جنبه مستعمرة ألون موريه، بس ما يطلعش منهم. والله كل شيء جايز عندهم، يقولوا هذا إنا نبينا. ما شاء الله على هالسنس اللي هاي، طلع كيف هالدقة، دقة البناء. هذا اللي بلفت لي نظري أنا. شو طلع تحتك شوفه، طلع معك. عسكر والله فعلا. منزل حج زياد جميل العامر، شركة أبو شحادي لمصانع الطوب. بسيطة هذه. ما الدار نازكة. والله شوف هذيك اللي واقفة وين. وندخل طلوزة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف حتى جحشهم ابيضوا ما شاء الله، ما انزكوا. شايفوا انت
احسن من حكام العرب بالضبط. شوف شوف والله شوف شوف هالمناظر. لك يا زلمه والله حكام شو مالها. بس كلهم مطر مش مآمنين بالحجر. نشوف انه هذا البنادي هذا خطط. ايوه وعليكم السلام. نعم مش فاهم. صارت خالصه. وانا لسه في اول طلوزه بدنا نفر فيها. كله باجين لي في طلوزه. طيب طيب اوكي. هذا خربط علينا الفيلم. هذا الخطاط بكل صارت جاهزه. وين؟ ما هو على كماش مش على كماشي. احنا هذا ناسك بس لون راسي شايف الصرار هذا شايف هذا الاصرار. شوف والله هذه والله ما هي حلوه. طلع على هاي روعه. الله 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 يا طلوزه نعمه. طلع هالشجرات شو ما احلى. شوف هاي كسر. هذه كسر الحمر والله هي كسر. لازم نبيعها. هذول بتبعروا في لوز شايف صبتها. المشكلة مش راضي يفتح الباب والله. غير اجرب هلا الشباك لانه بعض مرات بضطر اني اجي افتح اصور من الشباك. يا زلمة ما بصرف بقدرش يا زلمة. عمر الموسى ما بقدر لازم ميني ماركت الكمال.